تسافر هذه الحافلة من ريو دي جانيرو إلى ليما، وتقطع أكثر من 6000 كيلومتر عبر قارة أمريكا الجنوبية. إنها تعبر حالياً جبال الأنديز في البيرو، التي يبلغ ارتفاعها 3500 متر عن سطح البحر، ووصلت إلى ما يسمى كورفا دي مويرتي أو منعطف الموت. لقد حصد هذا المنحدر أرواح أكثر من 300 شخص. عند القيادة في هذه المرتفعات العالية على المرء أن يكون حذراً ومتيقظاً جداً لأسباب عديدة، منها الحيوانات والمناخ، وأحياناً ينهمر المطر أو البرد. عليك أن تضاعف انتباهك، وأحياناً قد يفاجئك منعطف عليه بعض الجليد، ويمكن لانزلاق بسيط أن يكون مميتاً. الأكثر صعوبة على الإطلاق هو المناورة على طريق شديد الرياح. سقطت حافلة هنا في الوادي، الصلبان تذكر بالأموات الكثر. في البيرو يبلغ عدد من يموتون بفعل حوادث الطرق 3 أضعاف نظيره في أوروبا الغربية. يمتد الطريق السريع بين المحيطين من ريو دي جانيرو على المحيط الأطلسي إلى ليما على المحيط الهادئ، وعلى الطريق يمر عبر غابة الأمازون وجبال الأنديز. هذه هي الرحلة الأولى لأول خط حافلات للمسافة كلها. اكتمل الطريق السريع عام 2011 فقط، وأثار جدلاً كبيراً ورفع الكثير من الآمال. بالطريق السريع بين المحيطين ستصبح أمريكا الجنوبية أصغر وأصغر. المشاهد الطبيعية الخلابة. وتهديداتها. لن ينمو شيء هنا لقرن منذ الآن. ستستغرق الرحلة 4 أيام إن سار كل شيء بحسب الخطة. الناس هنا خائفون، لكن الآخرين هم من يجب أن يشعروا بالخوف. كل رحلة حافلة تختلف عن الأخرى. تعرف متى تغادر، لكنك لا تعرف متى ستصل. المرتفعات البيروفية، حقول ومزارع ماشية ومعالم بناها شعب الإنكا. الحرارة هنا في الجبال قرب خط الاستواء معتدلة حتى على ارتفاع 3000 متر. كانت هذه المنطقة في الماضي قلب حضارة الإنكا. الطريق السريع بين المحيطين واحد من أطول الطرق السريعة في العالم. بدأت للتو خدمة حافلات ما بين ريو دي جانيرو والعاصمة البيروفية ليما. وبزمن يبلغ 4 أيام على الأقل، تعد أطول رحلة حافلة في العالم أيضاً. إنها تمر الآن عبر واد ضيق على امتداد ريو باتشاتاكا. قطع الركاب 5400 كيلومتر حتى الآن، ولم يبقى أمامهم سوى 900 كيلومتر تقريباً. الوقت بطيء على متن الحافلة، وهي مليئة بالنفايات، ورائحة الثياب غير المغسولة تملأ الأجواء. الشرطي المتقاعد جاسينتو كاهوانا من ليما كان يعمل في ساو باولو منذ 7 سنوات لدعم تقاعده كموسيقي وحارس ليلي وعامل مصنع. عندما كنت في البرازيل توفيت والدتي وكذلك والدة ابني، كانتا مريضتين وتوفيتا. هذه هي الحياة. لسوء الحظ لم أتمكن من الحضور لأنني لم أكن أملك المال. لقد فاجأني الخبر، وكانت التذاكر مكلفة جدا. على الحياة أن تستمر. ايي سيموس افرنت
جاسينتو كاهوانا عائد الآن إلى وطنه للمرة الأولى بعد 7 سنوات. ابنه في 16 الآن، كان في 8 عندما رآه آخر مرة. في نهاية هذا الوادي يصعد الطريق إلى هضبة بونا على ارتفاع 4200 متر عن سطح البحر. المنطقة جرداء، والحرارة رغم القرب من خط الاستواء لا تتغير على مدار العام إلا قليلاً. يسير سائق الحافلة دانييل منسيا على هذا الطريق منذ 34 عاماً. هذا الجزء من الأنديز فقير جداً. الناس يعتاشون من الزراعة وتربية الحيوانات كاللاما والألباكا والفيكونيا. تباع الحيوانات بأسعار جيدة في الأسواق وتساعدهم في زيادة دخلهم. مصادر الدخل الرئيسية هي الجلود والحليب ولحوم اللاما والألباكا والفيكونيا، لكن هذه الحيوانات الثمينة مهددة. تجري عالمة الحيوان نورما بوخايكو والطبيب البيطري ماركو زونييغا إحصاءات مستمرة لأعداد الحيوانات. لقد أهلكت الطفيليات أعداد الفيكونيا خلال السنوات القليلة الماضية. برأيي هذه الحيوانات هناك ستموت. هناك الكثير من الهياكل العظمية، وتلك الحيوانات ستذهب إلى هناك لتموت أيضاً. كالتي في الخلف؟ نعم بالطبع، انظري هناك. نعم، يبدو أنها مصابة بالجراب. هذا عظم حوض لحيوان. أنا واثقة من أنه نفق بسبب الجرب. يمكننا رؤية آثار العث هنا على الأرجل. هنا أترى؟ هذا جرب. الفيكونيا تنفق بسبب الجرب. علينا معالجة هذه الحيوانات. المرض مشكلة كبرى. فكري بعدد الحيوانات التي نفقت حتى الآن. في العام الماضي قللنا انتشار الجرب. لقد عالجنا حوالي 16,000 حيوان في كونيا، لكن ما زالت توجد حيوانات مصابة بأمراض هنا في المحمية الطبيعية. تلك هي التي تموت هناك على الجانب الآخر من الطريق. إنها بعض من الحيوانات التي لم نتمكن من علاجها بالكامل. الفيكونيا نوع من اللاما، الثياب المصنوعة من صوفها ناعمة ولينة وعازلة ممتازة، فحتى السترة الرقيقة المصنوعة منه تحفظ الدفء في الداخل. تعيش هذه الحيوانات هنا في الأنديز على ارتفاع يتراوح بين 3800 و4800 متر فوق سطح البحر. وخلال السنوات الثمان الماضية انتشر الجرب في البيرو. تلتهم الطفيليات جلد الحيوانات، وبذلك لا تصبح محمية من البرد والمطر، فتتجمد حتى الموت. في السنوات الماضية تبين أن العلاج باستخدام حمامات خاصة فعال، وقلل كثيراً عدد الحيوانات المصابة. لكن المرض عاد لينتشر مجدداً، وما زالت حيوانات الفيكونيا 22,000 في خطر. لقد أصيبت به عبر التواصل مع الحيوانات الداجنة، كما توجد حيوانات الألباكا هنا أيضاً. إنها تعيش جنباً إلى جنب، فأصابت الألباكا الفيكونيا، والعكس صحيح، ومن ثم ساءت الأمور أكثر فأكثر. لقد عانينا من خسائر اقتصادية هائلة بسبب هذا المرض. مرة كل عامين يتم تجذيب صوف الفيكونيا، حيث تتم إزالة 150 جراماً فقط من الصوف من كل حيوان، وهذا ما يجعل صوفها الأغلى في العالم. يمكن لسترة من صوف الفيكونيا أن تكلف 7,000 يورو وأكثر. يمكن لصوف الفيكونيا أن يصبح أغلى سعراً قريباً، ويمكن لآلاف المربين أن يفقدوا مصدر رزقهم. الحيوانات هي أهم مصدر للدخل في منطقة الأنديز الفقيرة. تحاول نورما بوخايكو أن تحاصر المرض وتزور المراعي باستمرار. مزقت الحرب والفوضى المنطقة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. لقد كانت خاضعة لسيطرة المتمردين الماويين أو الدرب المضيء. لقد تناوبت مع الجيش شن الهجمات ودمرت قرى الجبال التي كان عليها أن تحميها. مات حوالي 70,000 شخص في الصراع،
وما زال سائق الحافلة دانييل منسيا يتذكر تلك الفترة جيدا. غالبا ما كانوا يوقفوننا عندما نكون على الطريق ويريدون التحدث إلينا عن أفكارهم وما يريدون تغييره في البيرو. قالوا إنهم كانوا يحاربون السلطات والشرطة الفاسدتين. مات الكثير من الأبرياء، والحكومة في الثمانينيات حينها كانت فاسدة ومنقسمة، كانوا يسمحون بكل شيء، واستمرت الحال حتى خرج الإرهاب عن السيطرة. تغلب الرئيس ألبرتو فوجيموري على المئويين في الجبال وتولى الحكم بمساعدة الجيش وشن حربا دامية في الأنديز، وفيما بعد تم الحكم عليه ب25 عاما في السجن لاستخدام فيلق الموت ضد السكان المحليين. لكن لوكانا تنعم بالسلام منذ مطلع الألفية الجديدة. وحد مزارعو الجبال قواهم وأنشأوا جمعيات تعاونية. القرية كلها تعيش من صوف الفيكونيا. تنظف النساء في هذه الجمعية الصوف وتفصل الناعم منه عن الخشن. للفيكونيا طبقتان من الفراء، الشعيرات والصوف. نحن نفصل الشعيرات فلا يبقى لدينا سوى الصوف فقط الذي نستخدمه في حياكة الثياب. تدير فاليريا زيغارا مديرة الورشة حسابات دقيقة عن كل من يحصل على صوف لفرزه. ثمانمائة وستة وأربعون جراماً، هذا كثير، سأعطيك إياه لتتصرفي به. لكل جرام قيمته. سعر صوف الخام أيضاً يعادل 300 يورو للكيلوغرام، وبعد غسله يساوي الضعف. هذه مبالغ طائلة بالنسبة للنساء هنا اللواتي يجنين فقط ما يعادل 150 يورو في الشهر. مرحبا. مرحبا، كيف الحال؟ هل تعملون؟ ما الذي تفعلونه؟ خسارة حيوان تعني أيضا خسارة الكثير من المال بالنسبة للوكانا. منتجاتنا النهائية مهددة. كنا ننتج 1300 كيلوغرام من الصوف سنويا، لكن في السنوات الثلاث الأخيرة لم ننتج أكثر من 600 كيلوغرام. نحن عالقون ما بين 300 إلى 600 كيلوغرام. بعد النجاة من الرعب الذي سببه الدرب المضيء والحرب، يهدد الجرب الآن رخاء الناس هنا. يتم فرز الصوف المعالج في القبو في لوكانا. تعادل قيمة هذه الأكياس 500,000 يورو، لكن الكمية كانت تبلغ الضعف في الماضي. ستعود نورما بوخايكو وماركو زونييغا إلى محمية بامبا غاليراس في يونيو حزيران لمعالجة الآلاف من حيوانات الفيكونيا ومحاولة القضاء على المرض. ومن ثم سيعودان إلى لوكانا على جزئهما من الطريق السريع بين المحيطين. Thank you.
مرحبا يا أختي، كيف حالك؟ ما الذي تفعلينه؟ سأمر بإيكا في حوالي 9 من هذا المساء. اسمعي، نحن في وسط الجبال والإرسال سيء جدا، سأتصل بك لاحقا. يقود دانييل الحافلة عبر الأنديز نحو الغرب. في نازكا يترك الطريق السريع بين المحيطين ليأخذ الطريق السريع عبر أمريكا، والذي يمتد عبر أمريكا الشمالية والجنوبية بدءاً من ألاسكا وحتى تييرا ديل فويغو. من هنا ما زال أمامهم 450 كيلومتراً أخرى إلى ليما. يمر الطريق السريع عبر صحراء ساحلية بامتداد 1500 كيلومتر، وهي واحدة من أكثر مناطق العالم جفافاً. عاش شعب نازكا في هذا المكان الصحراوي قبل أكثر من 2000 عام. لقد تركوا نقوشاً غاية في الغرابة على صخور الصحراء، وطريق الحافلات تمر عبرها مباشرة. أصبحت الصحراء وجهة سياحية أيضاً. سائق المركبة الصغيرة كارلوس ميلاتشاي في طريقه للعمل في واحة واكاتشينا الأسطورية. غالباً ما كان سكان ليما يتركون ضغوط المدينة ويلجؤون للحصول على السكينة والهدوء في المياه الكبريتية هناك، لكن الوجهة الرئيسية اليوم لم تعد الواحة بل الصحراء نفسها. في كل مكان تتوفر جولات بمركبات الرمال. يقوم كارلوس بعشر جولات تقريباً في اليوم. المركبات تصنع يدوياً بهياكل ومحركات من سيارات فورد قديمة غالباً. يتم لحام مقاعد جديدة على تلك الهياكل. بسبب كثرة عدد السكان هنا ولكي لا تنتج الكثير من الضوضاء، وضعنا كاتمات صوت على المحركات. إنها كبيرة، لكن على الأقل يمكن للسياح أن ينعموا بالسكينة ولا يسمعوا هدير المحركات في الصباح. قبل هذه المركبات والبدالات البلاستيكية، تقول الأسطورة إن قبيلة هندية عاشت هنا وكان فيها زوجان شابان. كان اسم الزوجة واكايتشينا، وبعد أن قتل زوجها في الحرب بكت لثلاثة أيام بلياليها، فتكونت البحيرة. من المفروض أن واكايتشينا تعيش الآن كحورية في البحيرة، وعندما يكتمل القمر يمكن رؤيتها من شرفة الفندق أو الشاطئ.
إنها تعيش هناك بدعم ودود من مالكي الفنادق المحلية. لابد من القول إن البحيرة لم تعد طبيعية كما كانت في الماضي، ولتبقى كما هي الآن يتم تصريف المياه إلى هناك. جفت كل واحات الصحراء في الفترة ما بين 1995 و1997، حينها حدثت ثورة في الزراعة، تم سحب مياه الآبار لغايات الري في كل أرجاء المكان، ولهذا انخفض منسوب البحيرة وشرفت على النضوب. أحياناً يكون عليك أن تقدم تضحيات للبقاء، ليس لدينا وعي، لكن إن جفت البحيرة ستتوقف السياحة وستموت الحيوانات والنباتات. تمثل المنطقة قلب القطاع الزراعي البيروفي. في الأفق يمكننا رؤية مزارع الأفوكادو والهيليون للأسواق العالمية. يتم حفر آبار لأعماق أكبر لجر الماء إلى المزارع، لكن هذا لا يهدد الصحراء نفسها، بل على العكس. مرت الحافلة بالبحيرة بعد هبوط الظلام بقليل. يجلس سانتوس كيبيدو خلف المقود الآن، وما زال أمامهم 300 كيلومتر أخرى إلى ليما. الطريق يمتد نحو الشمال بمحاذاة المحيط الهادئ. بيسكو واحدة من قرى صيد العديد على امتداد الشاطئ، وها هي طواقم القوارب تستعد للإبحار في وقت مبكر من الصباح. فجر صباح رمادي، أمضى الركاب ليلتهم الأخيرة على متن الحافلة. إنهم يسيرون منذ 142 ساعة. الهدوء مطبق في الحافلة، والرائحة على متنها منتنة بسبب الأجساد والثياب المتسخة. ليست الرحلة فقط هي ما يجمع الركاب، فهم يتشاركون أيضا ثلاث أمنيات: الوصول والاستحمام ورؤية عائلاتهم. لم ير جاسينتو أولاده منذ 7 سنوات. أول ما أريد فعله عندما أصل هو رؤية أولادي، إنه أهم شيء بالنسبة لي، ووالدي أيضاً الذي لا يزال على قيد الحياة بالرغم من أنه في 90 من العمر وسيبلغ 91 في وقت قريب. سيحصل سائق الحافلة دانيال منسي على 10 أيام من الراحة بعد هذه الرحلة. الأمر ليس على هذا النحو دائما، فأحيانا عليه أن يعود مباشرة إلى ريو دي جانيرو. رحلة لخمسة أيام كهذه مرهقة جدا، لكنها مرضية أيضا. والركاب ممتنون أيضا لأنهم وصلوا إلى وجهاتهم سالمين وبخير.
vuelvo a repetir, sanos y salvos, ¿no? يصيد صيادو بيسكو أسماك البوري قبالة الشاطئ. كان جيمي إرنانديز مالك القارب يصطحب ابنه معه، فعليه أن يساعده في العطلات المدرسية. خرجت القوارب الأخرى قبل ساعات وبدأت بجمع شباكها. إنهم يعرضون صيدهم، لكنه ليس بالكثير. نحن نخرج للصيد وما زلنا نستخدم الشباك ونعمل بها، لكننا أحيانا نصيد الأسماك وأحيانا لا نجدها. انظر، زميلي لم يصد أي سمكة، لا شيء، ربما بعض أسماك البوري الصغيرة، لكن لا توجد الأسماك التي تكون هنا عادة. ربما صدنا بعض البوري أو الحبار، وإن كنت محظوظا فسأعود بخمسة أو سبعة صناديق. هذا العام كانت ظاهرة النينيو سبب ندرة الأسماك. تجلب هذه الظاهرة المناخية مياه البحر الدافئة إلى الساحل البيروفي البارد، فتقلل التيارات أعداد الأسماك. بعض الأنواع مثل التونة لم تعد تأتي إلى المياه الساحلية على الإطلاق. يمكن للصيادين تقدير ما يمكنهم صيده، لكن في سنوات النينيو يعتمدون فقط على الحظ. الآن نحن نضرب الماء بأداة فولادور، هذه هي فولادور، نحن نحدث ضجيجاً لمنع الأسماك من التفرق. يبحر الصيادون في دائرة ويستخدمون طريقة ضرب الماء لدفع الأسماك إلى شباكهم. لقد تعلموا هذه الطريقة من الحيتان الحدباء التي تدور حول الأسماك وتحدث فقاعات، ومن ثم تسبح عبرها وأفواهها مفتوحة. بوري، انظر، إنها أسماك بوري. ما سبب مزاجك الجيد؟ كيف يجب أن يكون مزاجي؟ نحن في ضائقة وأحاول أن أكون متفائلاً. هذا جيد لطبقي سيفيتشي. الصيد قليل، قليل جداً بحيث لا يمكن بيعه، لكنه كاف لإطعام الصيادين وعائلاتهم. لن أتوقف عن الصيد، أنا أصيد منذ طفولتي، تركت المدرسة لأمارس هذه الحرفة، لكنها كانت فكرة سيئة. عندما أرى العواقب أشعر بالندم، لكن الوقت فات الآن. لا، لا أريد هذه الحياة، أن أصيد كل يوم، أريد أن أدرس وأصبح مهندساً. أريده أن يدرس ويصبح شخصاً مهماً، إن تتبع خطاي فسيعاني أكثر. أريده أن يحقق شيئاً لنفسه وأن يملك عملاً حقيقياً. بعد أربع ساعات بلا فائدة، عاد جيمي إرنانديز وفريقه إلى المرفأ، حيث يحضر شقيقه خوليو طبق سيفيتشي، الطبقة الوطنية البيروفية المحضرة من السمك بعصير الليمون. على بعد 20 متراً فقط في قاعة الفرز، يقوم العمال بتنظيف أسماك الصيادين الذين حالفهم الحظ أكثر اليوم،
واصطادوا الورنكية والأنقليس والبوري وسمكة الببغاء. ظاهرة النينيو تقرر ما يتم صيده هذا العام. البجع فقط هو السعيد، فهو لا يأبه من أين تأتي بقايا الأسماك. المهم هو أنه ليس مضطراً لصيدها بنفسه. سيكون جيمي وفريقه سعداء فقط عندما تنتهي سنة النينيو الصعبة هذه، ليعود لصيد السمك بوفرة. لم يفقدوا الأمل في صيد جيد بعد، لكن معظم زملائهم لا يخرجون إلى البحر. الليلة سنذهب للصيد مجدداً، وربما حالفنا الحظ، ربما عثرنا على بعض الأسماك. لم تكن هناك أي منها الليلة الماضية. قطعت الحافلة 200 كيلومتر نحو الشمال مرة عبر ضواحي ليما في السادسة صباحا، وبعد 144 ساعة على متن الحافلة شارفوا على الوصول. صباح الخير أيها الركاب، تود شركة الحافلات أن تشكركم على الانضمام لنا في رحلتنا الأولى من ريو دي جانيرو إلى ليما. لطالما كان من دواعي سرورنا أن نتمكن من نقل ضيوف مميزين ومتفهمين ورائعين مثلكم على متن رحلاتنا. هذا يجعل كل شيء أسهل. سيداتي وسادتي الركاب، أتمنى لكم يوما رائعا وإقامة سعيدة في العاصمة ليما. شكرا جزيلا لكم. لقد أعجبني هذا، أريد خمسة أيام أخرى. في هذا اليوم الصيفي تبدو ليما غارقة في سحرها، فلستة أشهر من العام تغرق المدينة في الضباب الشاطئي الكثيف، وتختفي المدينة ذات العشرة ملايين نسمة في الضباب. الصباح هو الفترة الأسوأ، حيث تخيم سماء رمادية فوق ليما، كما قال الكاتب البيروفي سيباستيان سالازار قبل 50 عاماً، والآن هناك ضباب دخاني أيضاً. لكن تحت الضباب تغير وجه المدينة، فقد انعكس الازدهار الاقتصادي في السنوات الأخيرة على مشهد المدينة، وهي الآن تنعم بالسياحة والألوان الزاهية والأسواق ومتاجر جديدة في كل مكان. لكنها ما زالت بلا محطة حافلات مركزية. لكل شركة حافلات منطقة مغادرتها الخاصة. استغرقت الرحلة ستة أيام بالضبط، أي ما مجموعه 144 ساعة. وأخيرا وصلت الحافلة متأخرة بمقدار يومين. كاميلا وكاترين وسوالم ثلاث شقيقات نشأن في البرازيل، وبسبب الوضع الاقتصادي السيء هناك انتقلت العائلة بأكملها للانضمام إلى عائلة والدتهن في ليما. لقد أقلق تأخير الحافلة خالتهما. أنا سعيدة جدا، فقد وصلت بنات شقيقتي أخيرا، والدتهن تنتظر في الخارج، لقد وصلنا أخيرا. كان في استقبال الطالب خوليو إديسون لافرينتي والدته وخالته، لقد كان يدرس في ساو باولو لستة أشهر. هل تغير؟ نعم زاد وزنه. كان يأكل كثيرا. أنا مسرور. حقا كان رائعا.
توجه سائق الحافلة دانيال منسية على الفور إلى عائلته. كان أولاده وأحفاده في انتظاره. سرعان ما تفرق الركاب، تم تبادل العناوين، ومن ثم ذهب كل إلى حال سبيله. لقد انتهت أطول رحلة بالحافلة في العالم. لا أعرف ما إن كانوا سيعرفونني، لقد مر وقت طويل، لكن ملامحي لم تتغير كثيرا. شكرا جزيلا للجميع، وداعا، أراكم لاحقا. ما زال أمام جاسينتو 10 كيلومترات أخرى للوصول إلى حي سان خوان دي لاريجانشو، وحينها يمكنه احتضان ابنه. العائلة ها هي. أوه رائع. عمي هذا رائع. تبا مر وقت طويل. مرحبا يا أبي، ها أنت ذا. وماذا؟ هل استمعت لموسيقى جيدة؟ مرحبا يا بني، كيف حالك؟ لقد كبرت. هل كل شيء على ما يرام؟ تبا لقد أصبحت رجلا. كم عمرك الآن؟ بلغت 16؟ نعم، إنه عامل مثابر، ولطالما ساعدني. كنت دائما بجانبه، لم أخذله أبدا. صحيح أنني كنت بعيدا، لكنني كنت معه في الوقت ذاته. كل شيء سيتحسن الآن يا بني، شيئا فشيئا. كنا نستمع معا للموسيقى ونلهو في هذا المنزل، وكان يسألني باستمرار عن موعد عودتي، وها قد عدت. سنستمع للموسيقى معا كما كنا نفعل دائما عندما كانت والدتك على قيد الحياة. لكن جاسينتو كوانا لم يعد يبقى، إنه في زيارة فقط، وبعد أسبوع سيعود ليستقل الحافلة ويقطع 6000 كيلومتر إلى ساو باولو للعمل وإرسال المال إلى ليما، وإلا فلن تتمكن عائلته من الحصول على ما يكفيها. وصل دانيال منسية إلى منزله أيضاً. تدير ابنته الكبرى المنزل منذ وفاة زوجته قبل 3 سنوات. إنه يعيش مع 4 بنات و9 أحفاد. تعيش العائلة على الطريق السريع العابر لأمريكا الجنوبية. أكثر ما يقلق دانيال هو جري أحفاده إلى الطريق. مهمته الأساسية خلال الأيام العشرة التي يقضيها هنا هو تعليمهم عدم فعل ذلك. لوالدي 11 ابنا، ولطالما كانت العائلات كبيرة جدا، وفي كل منها 8 أو 10 أو 14 طفلا. اليوم لا يزيد عددهم عن 2 لا أكثر، أحيانا هناك 3، لكن غالبا ما يكون هناك 2 فقط، والأفضل أن يكونا بنتا وولدا. الجد والأب دانيال هو معيل الأسرة الرئيسي. يجني سائق حافلة مثله ما بين 500 إلى 700 يورو في الشهر، وهو دخل الطبقة المتوسطة في البيرو. ومما يفتخر به حقل يزرع فيه بعض أشجار المانجو. من المهم زيارة المنزل.
أنا أرى عائلتي، وهذا صحي جدا. يشعرون بسعادة غامرة عندما يرونني ويحيونني ويعانقونني. أشعر بالقوة، وعندما يحين وقت العودة يمكنني أن أعمل دون قلق، لأنني أعرف أنني عندما أعود ستكون عائلتي في انتظاري بابتسامة على وجوههم وبفرح غامر، وهذا يجعلني سعيداً أيضاً ويملأني بالحياة. إنهم سعادة حياتي. أنا سعيد جداً، سعيد جداً. هذا هو الحصاد. تباً، أنا أتصبب عرقاً. بعد بضعة أيام سينطلق دانييل مجدداً في أطول رحلة بالحافلة في العالم، عودة إلى ريو دي جانيرو، ويضيف 6300 كيلومتر أخرى إلى 8 ملايين قطعها طوال حياته. Con azúcar y sal, peruanita bonita, morenita sin par. Peruanita bonita, bonita, terroncito de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso negrita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin par. Dame de tu azúcar y dame, dame de tu sal y toma. Negra, negrita, linda, yo te quiero amar, amar. Nena negrita linda, ay si tú me das, muere contigo cholita mi soledad. Dame de esta azúcar y dame, dame de tu sal y toma. Nena negrita linda, yo te quiero amar, amar. Nena negrita linda, ay si tú me das, muere contigo cholita mi soledad.